تم عمليات خلع وإزالة. السؤال الأخير اللي نختار نقول فيه بشكل عام وصريح على أني مطمئن المواطنين مختلف أنحاء الجمهورية، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، على أنهم ضامنين سلامة وأمن المواطنين في كل شبر من أراضي الجمهورية، وأن لا أحد فوق القانون، لا أحد فوق القانون. احنا هون مهمتنا تطبيق القانون وعلى الناس كاملة وبشكل متساوي، معناه أنهم يطمئنوا يسوى اللي قال ويسوى اللي خلق، اللي يخلق الله الأمن والاستقرار والهدوء إن شاء الله. وهذه هي المهمة الأساسية للدولة وللحكومة، وقبل ذلك كله فخامة رئيس الجمهورية. نحن نعتبر هذا كلام عابر غير لا يترتب عليه شيء. شكرا.